أهلا وسهلا. لحوا هالسر فنجان قوة. رح أخبركم القصة وقت بلشت فيها. هذا أول كتاب يلي مريم كتبته. انكتب كتب أنا بس حط اسمي. كنت على وسائل الإعلام بلبنان وهيك. قل لي ماذا تأكل يعني وهيك. بس هالكتاب هيك من قلبي أنا وببيت الفيصل بن عبد العزيز ملك فيصل. صرت شوف إشي هيك وحس بدي أكتبهم. كان صار لي زمان بقرأ كتب أوشو وميتشو وجرجاف وما ناقصت قرية وبس عم بشوف عم بقرأ الكون عم بقرأ بهالناس عم بقرأ بش عم بسمع وش عم بحس وشو هالأغنية هالأمرة جلالة الملك وهو كلهم وهالطيبة الكتاب سميته فنجان قوة. هالفنجان القوة ما في دار نشر طبعته مع الأمر إجا من ناس مهمين لأنه في كلمة صوفية وفي كلمة هيك. وبعدين وصل الأمر على سوريا وأمر بشار الأسد إنه هالكتاب ينطبع بسوريا دار النشر. ويلي صاحب دار النشر خاف كتير إنه كيف بدي يطبع هالكتاب. ما فيني لكم أيها الوجود حلو كتير. وقال ما فيني لكم إهداء حلو دخيلكم. شال 20% من الكتاب وبس الكتاب بدي يفوت على السعودية بدي يشيل 60%. قلت له رح أخبر هالقصة وحطها بالكتاب. هالقصة بتقول ومشانات قال لي دخيلك. لا ما بقى شيل بس الكتاب ما فات هلأ موجود على الموقع. نشيل منه 40-50% وتوزع بالأمة العربية والناس اندوخت فيه. يعني ما قدنا تشيل من المحيط رح يضل مالح. صاحب الكتاب دار النشر عدنان سالم كتب مقدمة حلوة كتير. سامحوني ودخيلكم أنا ماني مسؤول عن الكتاب. هذه مرة هبطت علينا من الفضائيات هذي عم تقولوا مرة كبيرة بالعمر يعني حق تقولوا اللي عم تقولوا يا دخيلكم دخيلكم كلها. بس هلأ حتى بسوريا في حرية وين ما كان ما زال في انترنت. قلت له القصة اللي بدك تحطها وما استرجع حطها لدخيلك هيدي ألعب من كل اللي عم شيلهم. القصة في واحد كاتب هنا يباع سمك طازة. جاء واحد دخلك قال له ليش حاطت هنا ما أنا عارفين نحن جايين له. قال له معك حق. جاء واحد دخلك ليش حاطت يباع ما نحن جايبين مصر بنشتري شو عم تعطينا ببلاش. دخيلك ليش حاط كلمة سمك ما نحنا عارفينه شيء. ليش حاط الطازة لو ما طازة نحنا جايين ما عليه شيء الأرمى. مرة واحد قال له ليش ما بتكتب هنا يباع السمك طازة ما فيك ترضي لا هي ولا هي ولا هي. مثل الرجال والختيار ومعه حفيده حط حفيده على الحمار يا عيب الشوم عليك انت بتركب وجدك ختيار. قال له نزيل ما عيب الشوم عليك انت ختيار كبير ليش ما بتركب. قال له اه ركبنا اثنينه. ليش اثنينكم راكبين على الحمار. نزلوا اثنينه قاموا حملوا الحمار. ليش حامل هالحمار ما فيك ترضي حدا. فاذا كل واحد رضا من نفسي لنفسي ما فيك ترضي حدا ابدا. كل واحد منا يقول انا الرضا. نعم كل واحد ان شاء الله ما بدي حدا من الناس يقولوا ايه كل هذه مجاملات شفتها وقشعتها وحسيتها النكتة اول مرة بتضحكها التاني مرة بتصير صعيلي. اي جملة من اي كتاب ايه يبلغ اي خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. انا بس بقعد هون تأتذكر نفسي بحكي معكم بشكركم. وإذا فتوا على الموقع ولا ما فتوا واحد بالمليون بكفينا. مش ما بدي حشود ما بدي أعداد. نحن عدة نحن مش جماهير وفنانات وفنانين شايفة وهبة ولا هالفنانات. طال عمرك طال للوليد بن طلال لو ما أعطاك مصاري وعملته هاي بتغنوا عايب. كيف أنت بتقبل بيقعدوا بياكلوا حدوا المجلات كلها اللي بيحطوا له صور عليها. افتعين عن القذافي قال لي القذافي انا بحب اقول له هيك بس بستحي. قلت له منافق مع منافقين بدك رضا
انا مرضي رضاكم ومرضيكم مش عايزتك. معك حق. قلت له قال لي تقوم روح عند هالمنافقين، ما انت مثله، كل أمة العرب وحكامة هي شفتوها حطيناها على الموقع. أنا الحق علي، مين طلع من بعد ما بيغتصبنا أولادنا وبيسرقنا؟ الحاكم في كل أمة عربية نحن بننتخبه وبنضرب له سلامات وبيشترينا بتنكة بنزين وكيس قمح أو رز، هو بيصرفن على العز واللز. في حد قهوة، لقيت بنت حلوة كتير برا، قلت لها عم تشحدي؟ قالت لي لا، هلأ في هون وزير، لقيت في سيارات وهي منو هالوزير جاي على القهوة، وانت شو بتعمل؟ ما بتصدقوا كمان بتشحد وبتعطيه مصاري تينيك إينيكا. قلت لما تقولي لي اسمه بدي أعرف من هالوزير، لأ بصير بقول اسمه على التلفزيون وبيعرفوا كلهم هيك، ليش ما بتعدي حده؟ قالت لي الناس هون بتعطيني لأنه معي مصاري، كمان باخذ منهم مصاري وهي شغلتي يعني، بيني قوة هالناس وبيني كره الوزير. هي وزير عنا بلبنان، يا وزير صحة يا وزير أخلاق يا وزير إعلام. مرة كان في وزير عنا اسمه طارق متري، أنا رحت لعنده قلت له تنعمل هيك وما بدنا شي مصاري يعني، قال لي بجرب ما بيطلع بأمر شي. قلت له إذا طارق متري ما بيطلع بأمر حط طارق صمتي. طارقها حطيت على طارق مترين، كلهم هيك بدهم رضا، هي وهي بدهم رضا، هي بدهم رضا، بالنتيجة كله بيصرفوه على الهضة قول واوا، كل الجيب بينصرف حد الجيب، كلنا للبطن وتحت البطن. هيدي أمة لبنان يعني، كل واحد بيعرف وسخ بيته. مش أحسن رحت على العالم العربي منضل لي على القليل في دعارة واضحة هون؟ لبنان بلد جميل كطبيعة، وبعدين بنتنا شرميت عالتقيل يعني 100%، ما بقى يعرفوا يلبسوا تيابهم يعني، بيعملوا دعاية للسيارة وبيجوا العرب تيشوفوا السيارات والبنت مش لابسة كيلوت لأنه بيطلع فيها هيك بيشتري السيارة، بيمضي تشيك بده هاي البنت اللي عم بتفرجيه السيارة، بهم الفرج أكتر من السيارة. وهذا كله بسبب الكبت. رو كتاب النكاح وبتشوفوا كيف بتطلعوا من هالخطوة المقدسة للي نجسناها، محراب غرفة النوم. قال ما تقروا الفاتحة إذا كنتوا صادقين. اليوم مهتم بالعرس بالمظاهر، من الدين تنعمل عرس. قال له يا بي ده بيكلف الزواج. قال له بعدني عم بدفع. لأنه بدنا رضا الناس، بدي رضا فلان علي. مين هو هيدا اللي بده يحبني أو يسبني؟ مين هو هاللي بده يكرمني ويعطيني جائزة نوبل؟ وشو أبدا ما قبل ولا ميت شو؟ مينك أنت؟ هيدي جائزة نوبل، جائزة الأنابل، متفجرات. ألفريد نوبل مات لاقط الحديد دخيل كنا تفجره، قالوا له قبط حقه. ناجاساكي وهيروشيما لليوم، شيرنوبل ولليوم الأمة العربية كلها. إسرائيل بتمرق طياراتها على لبنان والجنوب وكلها، وبترش الأدوية كلها اللي بدها إياها، وبيجوا أولادنا مشوهين. امبارح بعثوا لي صورة لواحد خلقان بالجنوب شكل شيطاني وهون مجروح كله هيك. رح يجي أولادي كتير بهالأشكال. بأمريكا أخذوا قرار بيروحوهم بيقتلوهم، اسمه ميرسي كيلينج، الموت الرحيم. خاصة الأرمن، هيدا كريكوريان خلقان طبيب بلبنان وراح لهوني. هلأ في كتير عم بيطلبوا انه بس تشوفوا الولد هيك مشوه الطفل، بسبب أعمالنا، بما كسبت أيدينا عم الفساد كل البلاد وكل العبيد. مش العباد، ما في عباد، في عبيد. فإذا وين الحل؟ اقرأ أيها العربي. بس دخيلكم تبقى تسألوني، ولا أنا ولا كيلاني معنا وقت نضيعه مع الأموات ولا سؤال. بنبسط لما بتبعتولي صورة، بتبعتولي كتاب، بس كلام صعب للإمام علي. وهيك هلأ يجي الإمام علي بيحكي عربي مثل ما عم لبناني، وبيحكي إنجليزي وبيركب روز رويز، وبيقول أنا لست من هذا العالم، أنا معكم بس مش منكم. سألوني قبل أن تفقدوني، سألني كم شعر في الدالي.
امتى بنحبهم بس يموتوا؟ قال لي 300 سنة تا يفهموا كتاب من كتبك أو صفحة. قلت له ما عم قال لي. قال لي في أفراد اللي هني حاضرين معك وانت معهم يعني. فإذا هي الخيار إلكم، مع مين بتحبوا تكونوا؟ مع نفسك؟ رائب نفسك، رائب هالنفس ليل نهار، ربع ساعة كل يوم، بعدين نص ساعة، بعدين بتحس فيه كيف عم بفوت بمناخيرك، كيف عم بفوت على عيونك، على راسك، على جسمك. هيدا سر كبير اسمه الجسد، هيدا أجمل معبد وهيكل. تتذكروا لما في خوري وفي إمام رباي أصحاب مع بعضهم، بدنا نروح نلعب جولف؟ قال له قوم بدنا نروح نلعب جولف. قال له غي ملاكة هالناس عم تعترف، قاعد كرسي الاعتراف هيدي بتجيب مصاري. قال له أنا بقعد مطرحك، روح دبر حالك يلا. قال له ادي، قال له 10 دولارات على كل اعتراف، واكثريتهم بيزنوا يعني او بيختصروا فيها. فات رجال قعد، قال له يا ابونا انا هالجمعه كمان اغتصبت مع امراه. قال له ادفع 50 دولار. قال له لا 50 دولار 10 دولار. قال له اعطيتك 4 زياده، روح اعملهم خلص دفع سلف. يا يهودي كلهم هيدا همهم هيك، بدو تاجر بهالديانات. قال له خدتوا منك تليان المسيح انت عم تاجروا فيه، بس نحن اشطر منكم. عملوا بسيكولوجي، علم النفس، اطباء علم النفس. وشو بيقول لك مدام جوزك بس هيك؟ بدك شو بيقول لك؟ هيك بحط ايده عليك، كيف بحط ايده عليك، كيف بيعمل هيك، كيف بيعمل. دايما هيك راحت عند البسيكولوج هي وجوزها، شايفها حلوه كثير. قال له إياه يعني طالع عباله. قال له كيف بتنام مع مرتك؟ قال له يعني مثل ما أمي وبي علموني ومثل ما هيك وهيك. قال له ما بعرف يعني. قال له 3 مرات لازم بالجمعة، تنين وأربعة وجمعة. قال له تنين وأربعة بجيبة، بس الجمعة ما بقدر، بدي روح صلي. قال له طيب كيف تشتغل؟ قال له ما بقدر أقول لك يعني إنه. قال له أنا رح أجرب. قام الرجال شلح المرأة والمرأة انبسطت ومشي الشغل. طلع هيك جوزة قال له يا دكتور يعني لو ما تقدم الطب أنا كنت بسميها هاي دينياكة، إنه بس لأنه الدكتور عملها مشي الحال له حق. كلنا هيك، شو ما قال الدكتور بنعمل، لأنه لبس أبيض وحاطط ستيتوسكوب وبيحكي إنجليزي وفرنساوي بيلدغ بالآخر بيقرط بالآخر. هذا اليوم مستوينا، بس لك الخيار وين مستويك، وين بدك تكون، بأي عالم هالدنيا. قال له شو بينفع إذا ربحت العالم وخسرت نفسك؟ الإسكندر الكبير ذو القرنين شو عمل؟ جوجين عريان وفقير. قال له أنا الملك إمبراطور انشحاب. قال له بس نوصل على البيت بتشوف مين الملك. احنا على ممر يا اخوتي بين دقيقة ودقيقة بينقطع نفسنا، بين الشهيق والزفير، مين منهم وسع عبره؟ اللهم حسن الخاتمة ونوسع قبورنا في أعمالنا.